جبت ثياب العيد؟ ايه. وانت؟ ايه. وانت؟ لا. المادية صعبة؟ ما جبت شيء. لا بعد. لا. ما جبتنش. مع انه ماما بعد ما جبت. بعد بابا ما قبل. لا. ليه؟ ماما وماما. ما صار. وبي ميت. سؤال، جبت ثياب العيد؟ لا. ليه؟ ليك تاخدينا على بيتي. طب عباس، تعتقد العيد هو لكل الناس او مش لكل الناس؟ مش لكل الناس. ليه؟ انه في ناس قادرة على العيد وفي ناس مش قادرة. ما طلبت من اهلي بس لاني بحشمان. احنا ظروف صعبة يعني. كيف؟ شو اهم شي عندك؟ نتعلم ساعد اهلي بس. ايه ما نحن عنا من هديك السنة بس ما وعد اجيب لنا كورولات وبوكين. طب شو عدالك بالعيد؟ شو بدك تجيبي بالعيد؟ جيبي فستان. وانت؟ كمان فستان. بنقهر علي لانه اولاد بينبسطوا مثلا بشوفوا اولاد لابسين ثياب العيد، وعيد يعني للاولاد هو بالنهايه، مظبوط؟ بنقهر بقعد بفكر انه كيف مثلا اولادي مش رح ينبسطوا بالعيد، ما رح يروحوا على مطرح. ما العيد مش لكل الناس، للي معهم مصاري معيدين، اللي فقراء مثلنا مش معيدين، لانه نحن مش قادرين نطلع ولد نزوره مثل العالم اللي طلع على البقاع تذبح، العالم اللي جابها لاولادي. ولدك يعني غاصص لانه مش قادره تجيبي له، كيفك تجيبي له؟ نحن بالبيت مش طالعين على مطرح، لانك مالك ملبسه الولد لتروحي الظهريه او شمي الهواء. شو بدي اطبخ؟ بيجبروا شويه لحم ويطبخ له شويه لحم بعجين او راس طاير بالبيت، شو بتطعميهم؟ شو قادره يعني؟ يعطيك العافيه. العيد بيقطع كل الناس او ما لكل الناس؟ هو لكل الناس العيد. جبت الثياب، جبت الحلويات؟ لا بعد ما جبنا، ان شاء الله بدنا نجيب. كيف حتعيدوا هالعيد؟ اش ما نقول لك انا؟ اش ما نقول لك؟ بيدبر الله. قلنا لهم ثياب؟ جبنا لهم، يعني الله بيقدر على الانسان. كلهم جابوا ثياب او بس؟ ما جابوا كلهم، ما حدا مبسوط، انا مبسوط على العيد يا اختي. وضع وضع تعبان، وضع معيشي. انت جبت ثياب العيد؟ والله يا اختي ما جبنا، الله يساعدنا على الغلا، اذا كيلو بندوره مش قادرين نجيب لهم، بدنا نجيب لهم ثياب. مين هن اولادك؟ وينهم؟ هودي اولاد، واحد عندي صبيان بالباب. العيد لهالمسائل اللي معهم مصاري، لهالنواب والوزراء اللي جايب لينا، حتى نحن شو معايدين؟ طلع يا المنظر، وطلع هيدي البيت لابسه، كل وحده لابسه من دور، من صاروا سنتين عندهم هول البجامات بلبسنيين، يعني حرام بجاي مش قادره اجيب لهم والله. والله مسكرين هالباب وقاعدين هون، ما انا وين بدنا نروح؟ شو بدك علي؟ فستان فستان. عندي ثياب قديمين من عند عمي. الناس اللي معه مصاري ومبسوط ومرتاح، واللي ما معه بيقعد ببيته احسن، واللي عنده ايتام شو بيعمل؟ وانت شو كيف حتعيدي هيدا العيد؟ ولا شيء ولا شيء، راح على الشهداء زوري امي وابوي ورجع على البيت بس، عايشه لحالي ما في حدا معي. حادث